قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بزيارة موقع مشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، والذي تم وضع حجر أساسه برعاية سمو ولي العهد في شهر يناير الماضي، وذلك لتدشين أعمال بناء المشروع. طلع سعادة الوزير على عرض من قبل الشركة الاستشارية والمقاول المنفذ للمشروع حول مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدا العمل على تذليل جميع المعوقات والتأكد من سلاسة العمل لتحقيق تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها وهي عامان. كما عبر سعادته عن سروره لبدء تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وقال إن المشروع سيخلق موقعا نموذجيا لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية بفضل بنيته التحتية المتطورة وتجهيزه بالتكنولوجيا والخدمات المتطورة بحسب أعلى المعايير الدولية في مجال صناعة المعارض. كما سيحفز سائر القطاعات التي ترفد احتياجات السياحة الوافدة من أجل تنويع مصادر الدخل وتحقيقا لرؤى وتوجيهات قيادة جلالة الملك المفدى.